السلام عليكم أبنائي طلاب تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الحصة 26. هنبدأ نشتغل مع بعض آخر جزء من يونت 9، فهقول لك: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إنك تجعل الصعب إن شئت سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وهبدأ الحصة. أنا المفروض إن أنا كنت شغالة في قواعد يونت 9 ليسون 1 و2، ووصلت لغاية بداية قاعدة صم وإني في المحددات، الألفاظ المحددة اللي هي عاملة زي ألاتل ولاتل وأفيو وفيو وغيرها من المحددات اللي بيبقى لها معنى معين وليها استعمال معين. طبعا أنا المرة اللي فاتت في يونت 9 قلت لك إن القواعد بتاعت ليسون 3 و4 هي بسيطة، اللي هي الأزمنة السردية. لو أنتوا فاكرين كانت الأزمنة السردية أزمنة إحنا أخدناها، فأنا مفيش عندي دلوقتي غير القاعدة دي هبتدي أشرحها وأبقى خلصت قواعد يونت 9 كمان. طيب القاعدة ديت أنا هفتح معاك صفحة كام؟ هفتح معاك صفحة 119. يبقى أنا لو فتحت معاك صفحة 119 هلاقي الكلام كالآتي، بيقول لي لو أنت هتتكلم على المحددات اللي هي سم وأني، طبعا دوت يعني يعتبر شبه بيراجع لي إيه يا جماعة؟ شبه بيراجع لي 5 ابتدائي و6 ابتدائي، فأنا المفروض إن أنا أبقى مخلي بالي. بيقول لي استعمل سم وأني كضمائر، هستعملهم كضمير، هيستخدموا كضمير يعود على اسم معدود جمع أو اسم غير معدود. لو حد فاكر معايا من الرابعة وخمسة ابتدائي سم وأني بيجي وراهم اسم بيتعد أو اسم ما بيتعدش، ممكن أقول some money وممكن أقول إيه some people عادي خالص. طيب نمرة 2، بيقول لي عند استخدام سم وأني كضمير فاعل فإن الفعل بعدها بيبقى في صيغة المفرد أو الجمع على حسب الاسم اللي كان بيشير إليه. فلما أجي أقول لك I have invited all my friends، سم هنا سم تعود على مين؟ على الفريندز، فساعتها تاخد haven't ولا hasn't؟ لا هتاخد haven't، haven't arrived yet. كلام حلو جدا. يبقى هنا انت استعملتها كضمير فاعل، عشان كده بيقول لي هي equal some friends، هي equal نفس المعنى. طيب نقطة بالنسبة لسم بقى، سم كصفة هو هياخد كل واحد منهم بقى، انت دلوقتي عرفتهم كضماير حلو كده، طب تعالى تعرف عليهم كصفات. سم كصفة هي بتيجي قبل اسم جمع او اسم غير معدود، بتيجي مع الاثنين بس غالبا بتستعملها في الجملة الخبرية المثبتة. فبالتالي هتقول I have some jobs أو I have work، الاثنين شغالين سواء كان الاسم جمع أو غير معدود. النقطة الثانية، استعمل some كصفة قبل اسم جمع أو اسم غير معدود في الأسئلة، بس الأسئلة اللي بيبقى الغرض منها أن أنا أعرض عليك أو أطلب منك حاجة. فما أقول لك would you like some sandwich، مش هينفع تقول لي any sandwich، لأن كده بقى فيها جواها كأنه تعدي في السؤال، يعني أنت ممكن تأكل أي ساندويتش، فالعملية هيبقى فيها تعدي. فهنا بيقول لك لو أنت هتبقى، لأن أنا معايا من سنة 5 ابتدائي سم ما بتجيش في الأسئلة، وإني اللي بتيجي في السؤال والنفي لو تفتكر. قال لي بس أنا دلوقتي بما إني كبرت فهخلي سم للعرض أو للطلب المهذب، Can you give me some paper and some pens وهكذا. طيب بالنسبة لأني لو استعملتيها كصفة، برضو أنا عندي أني زي سم بتيجي قدام الاسم الجمع أو الاسم غير المعدود، غالبا بيبقى الكلام ده في الجمل المنفية والاستفهامية. طبعا دي مفروض أنها معلومات قديمة يا جماعة، بس أنا تاني برجع أرجعها في مكانها، لأن في سنة 5 ابتدائي ما كناش بنتعامل معاهم إن هم هنا صفات، إحنا ما كناش نعرف دول صفات ولا ضماير. دلوقتي قال لك لا، الضمير حاجة والصفة حاجة تانية. طيب استخدم إني قبل الأسماء اللي اتفقنا عليها بس بعد بعض التركيب، يبقى أنا هستعمل إني مش صم. بعد إيه يا جماعة؟ بعد hardly scarcely، ساعتها هيبقى معناها almost no، almost no يعني تقريبا مفيش. طيب كمان without تيجي بعدها إني، ما يجيش وراها صم. if ولو لقيت معاك إني أو whether، اي من التعبيرات دي هيديك، اللي هو نمره 3 هيديك تعبير عن الشك وعدم التاكد، فساعتها تستعمل اني ما تستعملش ايه سم. هيكمل معايا ويقول لي يمكن انك تستخدم سم كصفه قبل اسم مفرد معدود بمعنى ما لتشير الى شخص او شيء غير محدد او غير معروف للمتحدث، عشان كده تقولي سم تشايلد انا ممكن، لانك انت لسه قبله قلتي لي بيجي وراها يا اما اسم مش معدود يا اما وراها اسم جمع. طب ايه مفرد؟ قال لي اه مفرد بس مقصود بيه انه هو مبهم، some child some dictionary، يبقى هو رغم انه مفرد بس هنا اداني ايحاء ومعنى ان هو ايه
مبهم مش بتاع حد، هو في طفل يا جماعه، في طفل. لا صغير المجهول، لا مش مجهول، انت مش عارفه الطفل ده. عارفه في اللغه العربيه ما يقول لك منادى نكره بس غير مقصوده، هو مشابه لده. هو في طفل ما كسر الشباك بتاع المحل، بس هو انا مش مش عارفه هو مين، بس هو انا شفته. يبقى حاجه غير محدده. عندي ممكن تستخدمي اني كصفه قبل اسم مفرد معدود بمعنى اي، عشان تشير الى شيء، شخص او شيء غير محدد او غير معروف للمتحدث. فما اجي اقول ايه، do you have any friend، any child breaking the law will be will be punished. يبقى معنى كده انه برضه لازلت بتكلم على النكره غير المقصوده. لو انا هبتدي اتكلم في ترجمتها او ما يوازيها في اللغه العربيه في النحو، انا بتكلم على نكره غير مقصوده، هي مش مقصود بيها حد. طيب لو استعملت some of و any of قبل الاداه زي، ينفع استعملها؟ قال لي اه استعملي some او any of قبل زي وصفات الإشارة وصفات الملكية وصفات ضمائر المفعول. فتقول لي إيه؟ هتقولي لي some of the student شغالة، any of the keys شغالة، some of these تمام، قال لي any of my cousin ماشي، some of them. يبقى هنا مش كل المحددات ينفع تتحط في المكان ده، اللي هو يجي بعدها ذا أو أدوات الملكية أو ضمائر المفعول أو يبقى معنى كده إن هنا لأ الدنيا شغالة معاها. هبتدي أنتقل معاك للصفحة اللي بعدها اللي هي النقطة السادسة والأخيرة، إن هو هيكلمني عن إيه في الواجب. فهقول لك قواعد صفحة 119 و120 و122 و123. أنا كده خلصت معاك قواعد يونت 9. يبقى أنا عندي نو ونن ونو ون، هخلي بالي إنه دي برضو من المحددات. استخدم نو مباشرة قبل اسم غير معدود أو اسم جمع، يبقى هنا نو بتدخل على الاثنين، فأنا عندي نو تايم ونو فريندز، مفيش فيهم مشاكل، يبقى بيعرفك عليهم. تاني حاجة، استخدم نو مباشرة قبل اسم مفرد بدون آ أو إن، عندما يكون المفرد هو الأنسب. يعني إيه؟ I have no wife, no car, no idea, no summer swimmer. يبقى معنى كده هتستعملها قبلهم لما ما يبقاش في ايه، يبقى المفرد هو الانسب، بس ما تستعملش او ان. خلي بالك، لاحظ ان الفعل المنفي اللي هتحط له اني هيديك نفس معنى الفعل المثبت اللي متزود له نو. فلو انا قلت he hasn't got any friend، هي equals he has got no friend، يبقى بالمعنى كده الدنيا مظبوطه. طيب بالنسبة لنن، هو كده خلص نو خلاص. طب تعالى لنن، كلمة نن هي الضمير من نو، يبقى دي نقطة مهمة. يبقى نن هي الضمير وتعني not one و not any، يعني ما فيش معاك أي حاجة دلوقتي وانت في الجملة، بتعود على اسم معدود أو اسم غير معدود. I waited for my friends but none arrived، هي نفس معنى none of my friends. يبقى معنى كده ايه؟ دي بتعود على دي. لاحظ ان نان لا تحل محل ولا تستخدم مثل نو وان ونو بادي، يبقى هي ضمير بس ما ينفعش تحطها مكان نو وان ونو بادي، مثل في حالات مثل ايه؟ اما يجي يقول لي there was a travel accident however no one was injured، ما ينفعش تقولي نان هنا، ما ينفعش، هنا لازم تبقى نو وان. يبقى هي نان دي ضمير بس ما ينفعش تيجي مكان نو وان ونو بادي. نمرة اتنين، أما يبقى عندما يكون الضمير نن، احنا اتفقنا انه ضمير خلاص، أما يبقى ضمير فاعل بقى في الجملة، استعملي بعده فعل مفرد أو جمع على حسب الاسم اللي كان بيشير ليه وانت بتتكلمي. فما تقولي لي I looked for milk in the fridge none was there، ليه أخدتي was مع نن؟ لأن milk هياخد was. يبقى على حسب الضمير ده راجع على انه اسم في الجمله اللي قصادك بتتعاملي معاه مفرد او جمع. طب نمره 3، لاحظي انه نن قبل اداه التعريف ذا وصفات الاشاره وصفات الملكيه، بستعمل نن اوف، ما استعملش نن وقاعده لوحديها. فتقولي لي نن اوف ذا ستودنت، نن اوف ذيس داشز، نن اوف ماي انكل، نن اوف ذم. يبقى معنى كده انها بتستعمل ولكن مع ايه؟ اوف. هرجع اكمل، قال لي استعملي اني وليس نن. طبعا الجمل او القاعده لما تيجي تتخصص معاك وتقول لك هنا ما ينفعش استعمل كذا، دي مهمه. يبقى في الحته اللي انا قاعده فيها هنا هستعمل اني مش نن. اذا كانت الجمله منفيه بالفعل نوت، خلاص منفيه
وورا الفعل not يبقى I didn't see any of them. I didn't see any of them. عند الإشارة لشيئين أو شخصين استعمل neither of وليس none of. عشان كده لما يجي يسألني يقول لي أنه أصح في الناحية البنائية، هقول له إيه؟ هقول له لأ، أنت لو هتستعمل بأشير على شيئين أو شخصين بالظبط محددين عندي بستعمل neither of، ما بستعملش none of. خلاص. طب اللغة الرسمية يتم استخدام فعل مفرد مع none of. انت لسه من شوية قبل قلتي none of على حسب، قال لي اه، بس اللغة الرسمية هنا لا، لازم تستعملي فعل مفرد. طب اللغة الدارجة اعمل ايه؟ قال لي اعملي انت عايزاه بقى، حطي فعل مفرد او فعل جمع على حسب المعنى اللي انت شغالة فيه، الاتنين هيبقى شكلهم صح ومظبوطين. ما تستخدميش نان قبل اسم الاشارة مباشرة، خلي بالك، عشان كده قلت لك نان اوف، لكن هنا نان ما ينفعش. ما ينفعش اقول ايه؟ I saw none children in the park. ما ينفعش. لكن اقول ايه؟ I saw none of the children in the park. خلي بالك، او I saw no children. انت كده شغال. استخدم الضمير no one بمعنى لا احد كفاعل او مفعول. دوت يشتغل فاعل ومفعول عادي على حسب الجملة. هقول لك النقطة الأخيرة في الجزء ده، استعمل فعل مفرد بعد no one يعود عليه ضمير جمع، ولازم تكتب لي عليه مهم. ليه؟ لأن لما أقول لك no one is at home، حلو كده؟ يبقى no one is at home. Where have they gone؟ have ديت أنا عوضت بيها عن no one اللي أخدت is في أول الجملة. يبقى أنت معاك فعل مفرد بعد no one، عايز تعوض عنه في الجملة التانية؟ لا، حط عليه ضمير جمع، حط مكانه ضمير جمع، سواء ضمير الجمع ده كان ضمير فاعل أو ضمير مفعول أو صفة ملكية على حسب ما أنت عايز. ماشي يا جماعة. يبقى معنى كده بالنسبة لأولادي اللي ما كتبوش القاعدة اللي البسيطة اللي قريناها المرة اللي فاتت بتاعت يونت 9 لسون 3 و4 اللي كانت 137، لو ما كتبتهاش زودها في نقطة القواعد. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ المفروض ان انا دلوقتي هقول لك النقطة الثانية من الواجب، وهو سمع برنامج المراجعة بتاعك اللي هو يونت 7 لسون 3 and 4، ودوت هيبقى كلمات صفحة 23. يبقى دوت برنامج المراجعة وصل للترم الثاني من المنهج. المرة القادمة يبقى انت كده اخدت معايا كام نقطة في الواجب؟ 3 نقاط. المرة القادمة هتسمع متضادات ومترادفات وتعبيرات يونت 7 لسن 3 و4، وده هيبقى صفحة 25 و26. دي مفروض اعمل ايه؟ مفروض ان انا اقرأ معاك صفحة 134، يعني انا بقرأ في يونت 9 لكن لسن 3 و4. هقول لك how different societies around the world view older people. يبقى انا هبتدي استعرض معاك وجهات النظر المختلفة حول العالم للمجتمعات في وجهة نظرهم في كيفية التعامل مع كبار السن. You probably see your grandparent every week or maybe they live with you and your parent. طبعا هنا بادئ بانه ربما او من المحتمل انك انت بترى جدك او اجدادك اسبوعيا، او ممكن كمان تكون بتحيا معاهم بالفعل انت ووالدينك. However in some countries young people see their parents less often. في بعض البلدان لا، في بعض الشباب بيروا او بيشوفوا جدتهم بكمية اقل. طيب even though this is not something they enjoy، على الرغم ان دوت اكيد ده مش بيبسط الناس اللي مش بيشوفوا جدودهم. let's take a look. يبقى انا هبتدي القي نظرة at why this is and how older people are seen around the world. طبعا انس هيقول لي are seen هنا جملة مبنية للمعلوم ولا للمجهول؟ للمجهول. يبقى معنى كده ان مش كبار السن هم اللي بيشوفوا، لا، يتم رؤيتهم او النظر اليهم حول العالم. The United Nations has the International Day for Older Person each October. يبقى معنى كده ان انا عندي الأمم المتحدة في عندها يوم عالمي او دولي لكبار السن،
ودوت بيحصل فين؟ في كل شهر أكتوبر من كل سنة. Which celebrates the contribution that older people make to society. يبقى أكيد ده اليوم دوت بنحتفل بيه ليه؟ لأن دوت احتفال أو في احتفال بالمساهمات اللي بتتم من إيه؟ من كبار السن المجتمع، لأنه قبل ما يبقى كبير السن يا جماعة هو عمل كل اللي يقدر عليه للمجتمع بتاعه وبعدين تقاعد. In fact, many countries already show their respect for older people in the way they speak to them. يبقى أكتر طريقة بيبان فيها الاحترام في بعض البلدان هي الطريقة اللي بنتكلم بيها مع كبار السن. For example, many African languages use the word muzi before an older people person's name to show them respect. يبقى في مقطع صوتي زي المقطع اللي مكتوب قدامي، المقطع دوت من ضمن الأشكال اللي كتير من اللغات الأفريقية بتستعمله قبل الشخص كبير السن عشان تبين له إيه؟ تبين له الاحترام، زي ما أنت بتقول يا أستاذ فلان أو يا جدي أو يا والدي. هبتدي أقول إن جابان، هنتقل لليابان. The suffix san is used in the same way. اديني كمان سابقة، لا اديني لاحقة، بتلحق بالأسماء يا جماعة عشان أبين الاحترام خاصة لكبير السن. إن هاويان older people are called إيه كوبونا ده؟ يدعون كوبونا يعني are called كوبونا. يبقى معنى كده بالنسبة للشعب في هاواي الناس دول بيتم منادتهم بالمقطع ده which translates as something like with them. طبعا دوت بيتم ترجمته كأقرب ما يكون للترجمة ان هو ايه، كأنه لفظ الحكيم يعني الحكيم فلان. In Egypt many elderly people are cared for by their children or other family members. بالنسبة لمصر كبار السن في العائلة بيتم الاهتمام بيهم عن طريق يا إما أبنائهم مباشرة أو بعض الأفراد في العائلة. This is the same in countries such as China. وده نفس الأمر اللي بيحصل في China, Japan and Korea. يبقى نفس السلوك ده بيحصل في الثلاث دول دول. Where around 75% of elderly people live with their adult children. اللي هو فيه بالفعل في المكان الأماكن ديت حوالي 75% من كبار السن بيعيشوا بالفعل مع أولادهم البالغين المسؤولين. نعم نعم أحفادهم بقى مش أولادهم. children قدامك children ولا children اسمها grand children زي grand parent وgrand father grand mother. هنا grand children هو الحفيد. تمام، هيقعد مع حفيده ليه؟ مبنو قاعد هيقعد مع حفيده ليه؟ حفيده ده يبقى صغنن. طيب طيب. However this situation has changed in recent years. طبعا الكلام ده اتغير في السنوات الأخيرة. In some countries many people live have married لا مش migrated. احنا فين؟ Many people have migrated to the cities to find work. يبقى هنا ابتدى ايه؟ ابتدى يحصل ان في بعض البلدان فيها ناس كتير ابتدت تهاجر يا جماعة لدول تانية عشان تلاقي وظائف. Which means they don't live near their family home. ده معنى انهم مش قاعدين بالفعل جنب المنزل العائلة. Consequently some people are not able to look after their parents when they get older the way they would like to. يبقى طبعا نتيجة لدوت ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ ان في ناس كتيرة مش هيبقى عندها القدرة انها تعتني بوالدينها لما يبقوا اكبر في السن، لانه الحياة اللي احنا نحكي عليها هم انتقلوا لاماكن تانية. طيب. Fortunately technology has helped younger people who live far from to contact their elderly parents on a general basis. انا مصر اشوف حاجات مش موجودة. On a regular basis. هي basis؟ basis. On a regular basis. يبقى معنى كده انه التكنولوجيا الحديثة لحسن الحظ ساعدت الشباب الصغير اللي عايش بعيد عن والدينه ان هو يتواصل مع الناس الكبيرة او والدينه بشكل معتاد، يعني بطريقة فيها انتظام بشكل منتظم. طيب عندي سؤال ولا حاجة معاك؟ طيب. They can now chat with them through video calls
or communicate daily through social media. This is a good way of communication, especially during the coronavirus pandemic, when it was better to take care of the elderly without actually visiting and coming into physical contact with them. طبعا القطعة كلها سهلة قوي انه التواصل دوت سواء كان عن طريق الفيديو كول او التواصل على السوشيال ميديا. الحاجات دي كلها كان شكل تواصل جميل مميز وفادنا خاصة اثناء جائحة كورونا لما كان من ضمن التحذيرات ان احنا ناخد الحذر في التواصل مع كبار السن، فيبقى افضل ان انا اكلمهم او ازورهم بس من غير ما يبقى ده بوجود مادي، يعني ما اروحش ازورهم هناك واعرضهم للعدوى. يبقى انا كده اخدت القطعه الاولى، تعالى ناخد القطعه الثانيه. younger people can learn from older people. فهبتدي اقول ماجده بتقول so the teacher said we have to have a decision about what younger people can learn from older people. What do you think? طيب. لا discussion اساسا discussion. طيب. The teacher said we have to have a discussion about what younger people can learn from older people. What do you think? يبقى هنا المدرس بتاعهم قال لهم لازم تعملوا مناقشة حوالين ايه اللي ممكن الناس الصغيرين الشباب يتعلموا من كبار السن. اتفضلي يا ملك. I am sure see what we can learn from them but not many older people know how to use the internet. How can they help you in the field of technology. يبقى قالت لك انا متأكدة ان احنا ممكن نتعلم منهم، لكن في كتير من كبار السن مش كتير من كبار السن يعرفوا ازاي يستعملوا الانترنت، فازاي هم هيساعدونا في المجال التكنولوجي اذا كان احنا على طول قاعدين على الانترنت كشباب. طب ازاي بقى هم هيساعدونا؟ هم مش بيعرفوا يتعاملوا معايا، مش ناس كتيرة بتعرف تتعامل مع الانترنت من كبار السن. هقول لك I am not sure if that is really the case. I know three or four older people who are always online. They video call their grandchildren and buy things online, for example. يبقى بتقولك أنا مش متأكدة إن الموضوع دوت صح في الحتة اللي إحنا بنتكلم فيها، لإني أنا أعرف ثلاثة أو أربع أشخاص كبار سن هم على طول متصلين بالإنترنت، بيجروا مكالمات فيديو مع أحفادهم وبيشتروا كل الأشياء بتاعتهم من على الإنترنت على سبيل المثال. يلا yes, بينا. you have a point. Maybe they aren't experts in technology, but they can give us advice on how to be safe online on other issues. تمام. يبقى معنى كده قالك انا يعني انت فعلا عندك وجهة نظر في النقطة ديت، هم ممكن ما يبقوش خبراء في التكنولوجيا بس هم لازال عندهم نصائح ممكن يديها لنا ازاي نبقى امنين على الانترنت او في قضايا اخرى. طيب هقول لك yes my grandmother has really helped me a lot. She gave me some really good advice last year when I was struggling 2 years old to manage my time. She told me to think about how I would feel when I am 80 years old and I look back on my life. What would I want to have spent my life doing? Spent my time doing. She said that then you just have to focus your energy on those things and that is what I did. It really helped. هنا قالت لك ان جدتها ابتدت تديها نصيحة ساعدتها كتير، فدت لها مجموعة من النصايح السنة اللي فاتت لما كانت بتعاني او بتكافح وتناضل عشان تتحكم وتدير وقتها. فابتدت هي الجدة تقول لها فكري ايه اللي انت هتبقي حاسة بيه لما توصلي لثمانين سنة، وابتدي وانت عندك ثمانين سنة في مخيلتك بصي بشكل فيه تذكر واسترجاع لحياتك، ايه الامور اللي انت كنت عايزة تقضي حياتك بتعمليها. هي قالت لها ده من هنا وابتدت البنت فعلا تستخدم مخيلتها في ان هي بقى عندها 80 سنة وابتدت تشوف كان نفسها تقضي حياتها ازاي، ومجرد ما وصلت للنقطة دي ابتدت تركز كل الطاقة بتاعتها على الأشياء اللي هي بالفعل هتعملها في حياتها.
طيب اللي عليه الدور يقول لي إيه هنقول. يوم بعد but don't you think a younger person called gave you good advice too every time that I am in a difficult situation my big brothers always helps me. حلو قوي. قال لك طب ألا تعتقد أنت ما تعتقدش إن الناس الصغيرة الشباب برضو ممكن يدونا نصايح كويسة جدا كل مرة مثلا أنا بقف في موقف صعب أخويا الأكبر مني دايما بيساعدني فيقول لها I am sure all other people can do too but maybe older people can do it better because they have more life experience they have been alive for much longer than your brother. يبقى لها أنا متأكد إن الناس التانية غير فئات كبار السن ممكن تساعدك بس كبار السن عندهم القدرة أكتر إنهم يدوك نصائح فعالة لأن عندهم خبرات حياة أكتر منهم لأنه كبار السن على وجه اليقين هم عاشوا مدة أطول من أخوك إلا عليه الدور. But some people's lives are not always exciting. Don't you think I can understand how you can learn something from the life experience of people who have had an interesting life, but what about others who haven't? حلو. قالت لك لكن بعض حيوات الناس مش دايما فيها إثارة أو فيها تشويق ألا تعتقد ذلك؟ أنا أقدر أفهم إزاي أنت ممكن تتعلم بعض الأمور من الحياة الخاصة أو خبرات خاصة بناس ما كانش عندهم حياة مشوقة لكن بعض الناس التانيين ما عندهمش يعني هي بتعترض على أنه في حد ممكن يديلك نصائح بناء على حياته وحياته ديت ما كانتش فيها أي شيء مشوق وانت حياتك مختلفة ازاي هتديني خبرتك يعني خبرتك هتنفع بايه. I don't know I think all older people can help us a lot just because they have been alive a long time they have met so many people done so many things had life experience. هنا مجدة يبقى هي تعتقد ان كبار السن ممكن يساعدونا جدا بس لانهم بالفعل كان عندهم حياة طويلة وقابلوا ناس كتير وعملوا حاجات كتير وكان عندهم خبرات في حياتهم. هقول لك في نفس الصفحة انا بقرأ معاك The benefits of friendships with older people. يا ترى ايه هي الفوائد اللي ممكن تعود علينا من قيام صداقات مع الناس الأكبر سنا. It is quite rare for older people and young people to be friends with each other. But this kind of friendship can actually have many benefits for both of the people involved. يبقى قالك أكيد من النادر بالنسبة للناس الكبار أو للشباب إن يبقى عندهم أصدقاء مع بعض يعني هنا بدأ القطعة بأنه الأمر نادر إن يبقى فيه صداقات قائمة بين كبار السن والشباب لكن النوع ده من الصداقات دايما بيبقى فيه فوائد لكل الطرفين اللي اشتركوا في الصداقة دي يبقى هو بيناقش الصداقة ما بين الطرفين دول. Each of the friends had something that can help the other to enjoy their life more. يبقى كل من الطرفين الأصدقاء دول بيبقى عندهم حاجات ممكن يساعدوا الطرف الآخر إنه يستمتع بحياته أكتر. الشخصية الشباب في العلاقة هتخلي كبير السن يشعر إنه بيعيش تاني شبابه عن طريق خبرات الشاب اللي بيجي يحكيها له. والشخص الشاب بيبقى عنده فايدة برضه من طرف الشخص الكبير في السن عن طريق انه بيديله خبرات فالتبادل دوت بيعمل منفعة للطرفين. For example older might appear to be out of touch with today's world and therefore unable to offer younger people advice about the things that are happening in it. فهنا بيدي مثلا على سبيل المثال الكبار ممكن يبدو ايه يبدو ان هم عندهم شيء من البعد عن الاتصال بالعالم الحديث فمثلا هم عندهم عدم قدرة ان هم يقدموا للشباب الصغير نصايح متعلقة بالحاجات اللي بتحصل في العالم الحديث يعني ديت مثلا في الانترنت وفي وسائل التواصل والسوشيال ميديا هتلاقي الشباب خفيف يعني هتلاقي نفسك حتى عندك في البيت ممكن تلاقي جدك او تلاقي والدك او عمتك او خالتك دايما بتندهلك عشان تشحن لها الكارت عشان تخليها بيانات على الانترنت انت اخف منها فهو بيقرر الحقيقة دي ان هما في النقطة دي ممكن ما يفيدوكش
طب ممكن يفيدوني في ايه؟ However, you shouldn't forget that older people have decades of life experience, so they may be able to help younger people with the type of problems that people have had for thousands of years. يبقى على الرغم من الجملة الأولانية اللي قالها لسه دلوقتي بيقول لك ما ينفعش تنسى إن الناس الأكبر من السن منك هم أكبر بالفعل بعشرات السنوات من الخبرة في الحياة، فبالتالي هم ممكن يبقوا عندهم القدرة إنهم يساعدوا الشباب في أنواع معينة من المشاكل اللي لازم هتمر بيها والناس كانوا بيمروا بيها من آلاف السنين. يعني أنت وأنت شاب معروف إنك هتمر بمجموعة من المراحل ملهاش دعوة بالسوشيال ميديا، فلأن بنلاقي بعض أبنائنا الشباب يقول لك أنت هتنصحني في إيه إذا كنت انت مش عارف الدنيا عاملة زي دلوقتي. ماشي، بس الدنيا حتى لو اتغيرت الانسان بيمر بمراحل، الشخص اللي اكبر منك مر بيها فممكن يسهل عليك، الخبرة بتاعته تسهل عليك لو انت سمعت. Question like how do I decide what to do with my life؟ يعني في سؤال زي اللي هو كاتبه هنا مش هتلاقي على السوشيال ميديا اجابته، ازاي اقرر اعمل ايه في حياتي؟ طبعا كبار السن ما عندهمش اجابة برضو، بس هو بخبرته ممكن يقولك شكل من الأشكال يساعدك، زي المثل اللي لسه قايله في المقالة اللي قبل كده، لو انت عندك 80 سنة تفتكر هيبقى رغبتك انك تقضي حياتك ازاي؟ خلاص انت بقى عندك 80 سنة، انت بقى في السن دوت، انا بسألك كان نفسك حياتك تقضيها ازاي؟ يبقى برضو عندهم من سعة الأفق اللي ممكن يخلوك تتجه لحل مشكلتك بشكل أسرع. طيب يلا نكمل. What is more, younger people shouldn't assume that older people never to do anything interesting or exciting. اللي اعلى من كده كمان ان مفروض ان الشباب ما يقعدوش يفترضوا ان كبار السن عمرهم ما كان عندهم اي شيء مشوق في حياتهم او يدعو للبهجة. تمام، لمجرد مثلا لما حد يقعد مع جد من الجدود ويقول له احنا ما كانش عندنا نت، طبعا انتوا عشان مولودين في عصر الانترنت فانت مش متخيل ان كان في حياه من غير نت. طب امال كنتوا بتقضوا حياتكم ازاي؟ كنتوا بتقضوا اليوم؟ كنتوا بتعملوا ايه؟ فبالتالي مجرد ما بتسال سؤال زي ده بيجي في دماغك اجابه ان حياتهم كانت هاديه لدرجه ان ما فيهاش اي حاجه حلوه. لا، ده كلام مش صحيح. طيب، لان لما ابنائكم بعد كده يستفيدوا من البحوث اللي بتحصل في مجال الفيزياء او الكيمياء، ويبتدي ابنك بعد كده لما تيجي تروح له تكتشف ان هو ما بقاش محتاج يستعمل وسائل المواصلات، وانه عنده في البيت زي آلة زي الاسانسير دوت، بس الاسانسير ده بدل ما انت تدخله تنزل الدور اللي تحت، لا انت هتدخله من هنا وهتطلع الناحية التانية في المكان اللي انت عايزه. فدوت مثلا من ضمن التجارب اللي بيحاولوا ان هم يطبقوها دلوقتي، ان هم ينتقلوا من غير وسائل مواصلات. دلوقتي بالنسبه لك انت صعب انك تتخيل ده، تخيل لو ابنك ده اتحقق عنده وابتديت تروح تزوره وقلت له لا احنا كنا بننزل بالاسانسير ده عشان نركب اتوبيس عشان نروح الكليه، هيحس ازاي ان حياتك كانت فيها مشقه كتير وما فيهاش اي متعه ولا فرحه؟ ايه ان انا اقضي وقت طويل قوي في يعني ايه مواصلات؟ هو في وقته هيبقى في يعني ايه مواصلات؟ يعني ايه مواصلات؟ فلازم تتخيل ان القضيه دي بتحصل ما بين العصور بسرعه مع التقدم التكنولوجي، فما تصدرش على الجيل اللي قبلك انه يفيدك لانك انت هتقف في الامر ده مع الجيل اللي بعدك. تمام؟ تمام. يبقى مش معنى كده ان حياتهم ما فيهاش اي شيء مشوق. There are plenty of older people who are very active. Some even run marathons for example, and many also have interesting hobbies. يبقى في عدد كبير من كبار السن بالفعل في قمة النشاط، ففي منهم مثلا عمل عدو لمسافات طويلة في سباق الماراثون، كمان في كتير منهم كمان عنده هوايات مشوقة جدا. فالمقالة كلها بتقولك ما تصدرش على نفسك انك انت تستفيد وانك انت تتشارك مع كبار السن. In fact, when they retire, people usually have more time to do free time activities than they had done during their working life. كمان في حاجة تانية، وهو انه الناس عادة بيبقى معاها وقت اكتر هم حرين فيه يعملوا فيه نشاطات اكتر من ايام ما كانوا ايه عندهم حياة عملية. اما بيتقاعد retired يعني يتقاعد، بيبقى عنده الوقت اكتر. And an older friend might be able to introduce you
to do a new hobby that you would never consider trying before. وده كلام صحيح. ممكن لو عندك حد من كبار السن انت على صداقة معاه، ممكن ان هو يقدم لك هواية جديدة كان مش ممكن تفكر انك تعملها. طبعا انا بتكلم على كبار السن اللي هم في محيط عائلتي انا اعرفه، جدي، عمي، خالي، في حد بيني وبينه عمر معين اكبر مني، فبالتالي ممكن يديني هواية مفيدة. زي مثلا ان احنا دلوقتي مش كل الشباب بيلعب بعض الالعاب اللي كان بيلعبها الجدود زي الشطرنج او بعض انواع الالعاب المعينة اللي ما بقتش موجودة كتير دلوقتي. فبيقولك ممكن كبار السن التعرف عليهم يخليك توصل لهواية ما كنتش تفكر تمارسها. So in general, بصفة عامة, younger people should try not to see older people as being very different to them. يبقى ما ينفعش ان احنا نخلي الشباب يشوفوا كبار السن انهم كائنات او موجودات غريبة جدا عنهم او مختلفة. Being friend with an older person can be just as fun as being friend with someone your own age. فهو بيحاول يقولك انه انك تكون على صداقة مع شخص كبير في السن هو بالمثل ممكن يبقى ممتع نفس الدرجة بتاعت انك تبقى مع صداقة في شخص في نفس سنك. Some of your other friends might find their friendship strange at first, but just ignore them. في بعض أصدقائك في سنك ممكن يجدوا أن الصداقة بالمنظر دوت غريبة في بداية الأمر، فقط تجاهل هؤلاء الناس. There is no reason why older people and younger people can't be good friends. مفيش أي سبب منطقي يخلي كبار السن وصغار السن إيه؟ ليسوا أصدقاء. طبعا المقالة هنا بتناقش مشكلة هي موجودة برة أكتر من عندنا، وهي إيه؟ إن مفيش صلة بين كبير السن وصغير السن برة، تمام؟ يعني بره الامر بيبقى بالنسبه لهم مستحيل يبقى في صداقه بينهم وبين بعض لانه في انفصال في الاجيال. طيب ممكن نقول مع بعض النقطه الرابعه في الواجب، وهي سمع التعريفات. القديم منها والجديد هتاخده 4 مرات. الكلام ده هنتكلم فيه يونت 7 و8. يبقى معنى كده ان هقرا معاك التعريفات. الكلمات القديمه بتاعت جسم التعريف انت هتسمعها. طب والجديد؟ لو انا بقرا لقيت كلمه جديده هاخدها 4 مرات. هبدا معاك صفحه كام دلوقتي؟ صفحه 6، لاني انا معايا تعريفات 7 و8. ف7 معايا صفحه 6 بيقول، هقول لملك administrative ودوت اداري او خاص بالاداره. relating to the work of managing a company or organization. يبقى هو دوت الإداري أو خاص بالإدارة. تشالنج تحدي. Something that tests strength, skill or abilities especially in a way that is interesting. يا جماعة لو سمحتوا وإحنا بنقرأ اللي مش معاه معنى كلمة مش مترجمة ياريت يقول لي. تمام؟ ماشي. قال لي campaign يجمع بين ويضم. To do two different activities and the same time. Counselor هو عضو مجلس. Member of a council. Council. تمام. Impressive هو حاجة مبهرة. Making you admire in it because it is very good, large, important, etc. تمام. Independent وهو مستقل. Confident and able to do things by yourself in your own way without needing help or advice from other people. Inspiring وهو إلهام. في منها person experience place etc. That gave it your ideas for something you do. وفي واحدة ماشي. والتانية a good idea about what you should do right say etc. especially on which you get suddenly. قال لي اللي بعدها quality وهي سمة أو خاصية. Something that people may have as part of their character. For example, courage or intelligence. تمام حلو قوي. هقول آخر حاجة وهي quote ومعناها يقتبس. خلاص courage مش فاهم. courage بص هقول لك شيء يبقى السمة أو الخاصية هي شيء
الناس ممكن ان هي يبقى يمتلكوه كجزء من شخصيتهم. على سبيل المثال مثلا ان حد يبقى عنده شجاعه او حد عنده ذكاء، فالكورج هي الشجاعه نفسها. وانكورج تشجيع. تمام كده يبقى انت معايا صح. والكاور جاي من كاو، حتى الكاور هي الجبن. يلا بينا نقول الكوت اللي هو يقتبس. To give a piece of international information, give a piece of information that is written down somewhere. كده كلام جميل. طبعا انا معايا في يونت 7 مفيش صفحات تاني، فهنتقل معاك ليونت 8 فهفتح صفحة 47. فعلى معنى 47 معايا apply يتقدم بطلب لي. To make a formal request usually written for something such as a job, a place at a university or permission to do something. وهو دوت بيتقدم بطلب. Be in charge معناها مسؤول أو يتولى مسؤولية. To be responsible for or have responsibility for. تمام. Disaster هي كارثة ومصيبة. A big problem or accident. أو accident. تمام. Candidate وهو مرشح لوظيفة. A person who is interested in getting a specific job. كلام صح. Colossal اللي هو جسيم وهائل. Very large. Curriculum vitae وهو السيرة الذاتية. A summary of personal education, experience and skills. Full time بدوام كامل. Describes a job someone does. لا someone ما ينفعش do. Someone does often. It describes a job someone does for the while of the whole of the working week. Okay, تمام. Human being وهو الإنسان. A human or a person. Human resources وهو قسم الموارد البشرية. The department that finds people to work and organizes training and at a company. In charge وهو مسؤول. تبقى being responsibly for. Intern متدرب وهو مهني في نفس الوقت. A person who is working at a company for a short time to get work experience. Internship وهو التدريب المهني. كده مش المتدرب، التدريب نفسه. When someone works for a company to get work experience. Measure معيار، إجراء، مقياس. An action especially an official one that is intended to deal with a particular problem. Part time هو بدوام جزئي أو لبعض الوقت. Describes a job someone only does for some of the working week. هرجع أنتقل معاك لصفحة 68 و 69 ودول آخر ورقتين في يونت 8. لأنس يا أنس. Appropriate ملائم. To be correct or suitable. Okay, ماشي. To be correct or suitable for a particular time, situation or purpose. Suitable يعني مناسب أو ملائم. يبقى ملائم معناه انك انت تبقى في المكان الصح او في الموقف الصح في الوقت الصح وهكذا، او الغرض الصحيح ليك. هرجع اقول ادي ترال افتتاحيه. A piece of writing. والله هي a piece of writing in a newspaper that gives the editor's opinion about something rather than reporting facts. كلام حلو. Follow up هي متابعة أو تكميل. Something that is done to make sure that earlier. Something that is done to make sure that earlier actions have been successful or effective. كلام صح. Long term هو بعيد المدى. Continuing for a long period of time or relating to what will happen in the distant future. تمام. طبعا لو في حد مش معاه كلمة يا جماعة أنا قاعدة معاكم.
organizational وهو تنظيمي ومؤسسي. Leading to the way an organization and its activities are planned and arranged. هرجع اكمل في الصفحه اللي وراها واقول دي واحده مش مشهوره impression. طيب اعملي عليها علامه بس وهنرجع لها. وهو جائحه. A disease that affects people over a very large area or the whole world. تمام. Permanent وهو دائم. Continuing to exist for a long time or for all the time in the future. Residential سكني. Residential وهو سكني. A residential part of a town consists of a private house with no office or factories. Start up هي مبدئي انطلاقة بداية. Connected with starting a new business. Team player هو شخص يجيد العمل في فريق. Someone who works well as a member of a team, especially in business. كلام حلو. هقول النقطة اللي بعدها يا جماعة وهو إن المرة القادمة إن شاء الله مفروض أنا أسمع القديم وأنا عايزة تاني أشاور لك وأنا بتكلم معك دلوقتي بالماوس على الصفحة اللي أنا شغالة معك فيها. أما أقول لك سمع القديم يبقى أنا بتكلم على الصف القائم بالتعريفات الأجزاء اللي أنا بعرفها وهي أساساً موجودة في الكلمات بتاعت اليونت. ده القديم فمحدش يسمع جسم الجمل بتاعت التعريفات. طيب يبقى سمع القديم يبقى أنت بتسمع الصف الخاص بجسم التعريف. طب إيه الجديد؟ الجديد هتلاقيه في الجزء التاني اللي مفسر التعريف. فلو لقيت أي كلمة وانت ماشي من اللي احنا قريناهم جداد خدها 4 مرات. النقطة اللي احنا قلنا عليها هتبقى المرة القادمة سمع القديم والجديد في التعريفات 4 مرات في يونت 9 و10. طبعا ده أنا مش هقرأه معك المرة دي لكن هقرأه المرة الجاية. يونت 9 و10 هيبقى عندك صفحة 99 و155 و177. هرجع تاني معاك أقول لك إن المرة اللي فاتت كان عندي مناقشة شفوي في قواعد 4 و5 و6. فالنهاردة أنا هناقش معك شفوي سريع عن يونت 4 و5. وأما هفتح 4 و5 هتجد إنك أنت كل الكلام مكرر بشكل هيغيظك بشكل هيضايقك. خلاص كفاية إحنا حفظنا المنظر بتاع القواعد بكل اللي فيها وهو ده اللي أنا عايزاه. إنك أنت لما تيجي تفتح ليلة الامتحان تراجع القواعد تلاقيها محفورة في دماغك عشان في ليلة الامتحان الوضع مش هيتحمل غير انك تحل كتير تشوف مواصفات الامتحان اكتر تحل اكبر قدر ممكن من الاسئله المتوقعه تحسن نفسك في الجانب بتاع المقاله اللي انت هتكتبها. لكن مش وقت ليله الامتحان خالص انك انت تفتح قواعد تقعد تحفظها. ده مش وقته يا جماعه. ولا تفتح الكتاب وتحفظ كلمات. ده مش وقته. لان انا عندي ابنائي اللي هم علمي رياضه طبعا ابنائي اللي هم علمي علوم وادبي طبعا مع كل الاحترام ليهم بس في جدول الامتحان بتاعت اخر السنه هتكتشفوا ان انتوا كعلم رياضه عندكم تقريبا يوم واحد او يوم وحاجه بسيطه تراجعوا فيه اللغه الانجليزيه عندهم هم تلاته. اما بالنسبه لعلم علوم او الادبي فبيبقى عنده 3 ايام قبل اللغه الانجليزيه فهو بيبقى مرتاح شويه اكتر من علم رياضه. فانا يهمني كل ابنائي بقى مش علم علوم وعلم رياضه. فالابن اللي في علم رياضه طب يعمل ايه؟ يشتغل معايا بالشكل ده عشان يرتاح في ليله الامتحان. لان يوم واحد في نص الامتحان مش هتلم فيه قصه ولا كلمات ولا قواعد ولا ملاحظات لغويه ولا ترانسليت ولا هتحل. هتعمل ايه في ليله الامتحان؟ انت لو عملت جن مصور مش هتعرف تخلص 12 يونت حتى مش 6 يونت كنا بنقولها مثلا في اولى وثانيه ثانوي كان بتخلص. فيبقى احسن انك انت ترتاح لانك كمان الانجليزي بيبقى من المواد الاولانيه ما بيبقاش في اخر الجدول غالبا وعاده بيمتحنك في اغلب اللغات في الاول وبعدين يدخل معاك في جسم بقيه المواد. تمام؟ يعني بس ما بيسيبكش للاخر ما بيحطوش لا اخر ماده مثلا في الاخر احنا عندنا بس. طيب انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ هفتح معاك جسم يونت 4. اما هتفتح معايا يونت 4 هتنبسط جدا لانك هتلاقيه كانك قلناه 4 5 مرات. تعال نشوف يونت 4 بيقول ايه. هتكتشف ان كانك امبارح الصبح لسه فاتحه. هقدم الاقتراحات ازاي؟ هتقدمها عن طريق جمله او سؤال. شوف الدنيا سهله ازاي وانا قريت معاك كل الامثله دي مثل مثل فخلاص.
بعد كده بيقول لي انا ممكن اقترح عليكي بشكل لا هو جمله ولا هو سؤال، طب هتعمل ايه؟ قال لي في عندي let's و let us، وبدل الدالت الصيغتين كده يبقى معنى كده ان في صيغه بتيجي في مواضع ما ينفعش التانيه تيجي فيها. طيب حلو قوي. في كمان عندي، عندي consider اللي بتاخد اي ان جي بعدها، اوعى تنسى، الا لو استعملت consider واداه استفهام بعدها فهتقول to والمصدر. طب ينفع استعمل suggest او recommend؟ اه بس ما تنساش انهم بياخدوا ايه، بياخدوا فعل في اي ان جي، الا لو استعملت معاهم should فساعتها هتاخد مصدر. ينفع حاجه كمان؟ قال لي اه في how about what about، بس اوعى تنسى ان what about بتدي احساس انك انت مستاء كده مش عاجبك الكلام. ممكن نشوف النص التاني من القاعدة. النص التاني من القاعدة بيكلمني على الأفعال الناقصة. قال لي في شود، ودي طول عمرها بتدي نصيحة. قال لي ممكن تحطي مكان شود أو تو أو هاد بيتر. حلو جميل. طب لو قلت لك شود هاف والتصريف التالت، لا أنا كده بلومك، خلي بالك أنا كده بعبر إن أنا ندمت إن في حاجة عملتها في الماضي أو بلوم، خلي بالك. طيب بالنسبة لمي ومايت مالهم بقى؟ مي ومايت بيعبروا ان في احتمالية، بس الاحتمالية دي ايه؟ ضعيفة. ضعيفة نعم. ما هو اكيد انت بتستنتج، ما هو ده استنتاج اصلا، ده الدرس اللي هيجي لي دلوقتي في نوت 10 ازاي استنتج، فهستعمل فيه مي ومايت. طب لو استعملت مي مايت كود وهاف وتصريف التالت اعبر عن ايه؟ ان في احتمال حاجة حصلت في الماضي، بس الاستنتاج ده قايم على دليل ضعيف. يعني يعني معنى كده ان الشكل الاولاني دوت انا بستنتج في المضارع والمستقبل، والشكل اللي لسه قايلالك عليه دوت استنتاج في الماضي. اه الاثنين ضعاف. اه عشان may ومايت معناها ربما او من المحتمل، بس خلي بالك ان may ومايت وكود الثلاثه بياخدوا مصدر في الشكل المضارع والمستقبل، اما في الماضي بتحط بعدهم هاف والتصريف الثالث. بس مايت اضعف من may، يعني مايت تبقى اقل كمان. كلام صحيح. طب بالنسبه لكين اللي ينفع اقول مكانها ام واز وار ايبل تو، طب وكود اللي ينفع اقول مكانها ووز وير ايبل تو، وكل ده بياخد مصدر، بعبر عن القدره في المضارع بالشكل كان او ام واز وار وايبل تو، اما القدره في الماضي فهي كود ووز وير ايبل تو. طب في المستقبل اعبر ازاي عن القدره؟ هقول ويل او شال بي ايبل تو والمصدر. طب لو عايزه ادي لك اذن انك تعمل حاجه انا سمحت لك هقول لك كان والمصدر. طب عايزه اقدم اقتراح هات كان والمصدر. طيب ماست دي بتدي معنى ايه؟ بتدي معنى الالزام والضروره، وعماله اكرر ان هي ضروره داخليه ولا خارجيه؟ داخليه. ينفع اعزمك بيها على حاجه؟ اه بس لو انا شخص مقرب منك اقول لك لازم تجيني، خلي بالك. طب يا ترى من ماست في من نفس الصيغه ديت ضروره في الماضي؟ لا مفيش. يعني معنى كده ان ماست والمصدر ضروره بس في المضارع والمستقبل. طب انا عايزه في الماضي اعمل ايه؟ هتضطر تعمل هاد تو، تحط مصدر. طيب هاف تو هاز تو برضه ضروره يا ابله، بس ضروره ايه او الزام ايه؟ خارجي، خلي بالك ده قوانين ولوائح. حلو قوي. انا هسال عن ماست بماست، طب اسال عن هاف وهاز بايه؟ انا هسال عن ماست بماست، طب اسال عن هاف وهاز بايه؟ دو داز. صح كده، كده دو داز، خلي بالك عشان دي مهمه. طيب عايزه الماضي، لا الماضي سهل بقى خلاص، ما هي هاف وهاز الماضي بتاعها ايه؟ هاد مع ماست يعني. طيب في هنا عندي هاف وهاز جوت تو، هي ليه اطول كده؟ قال لي ده بس عشان اللغه رسمي، لغة إنجليزية بريطانية رسمي قوي، بس هم هماهم نفس الحدوتة ما فهمش حاجة، بس فيهم اختلاف. تفتكر إيه الاختلاف بتاعهم؟ أيوة ماشي، قول لي بقى اشرح إن الهاب وهاز بتيجي معاها المصدر على طول وتزود له إنرجي. لا 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 ما بحطش قبلها دوم. بصي معايا أنا عايزاكي تفتحي وتبصي معايا. ما بحطش قبلها دوم، تبقى فيها هي ذات نفسها. أيوة يبقى أنا لو هنفيها هنفيها هافنت وهازنت، مش هنفيها دونت ودازنت. هيبقى في ثلاث افعال دونت هل بتفضل كامله جوت تو كده لو نفته؟ يبقى معنى كده ان هاف وهاز تو المصدر ان فيها دونت ودازنت، هاف والمصدر، هاف تو المصدر. لكن ان في هاف وهاز جوت يبقى هقول هافنت وهازنت جوت، خلي بالك عشان دي اللي بنقع فيها. طب لو نيد ونيدز تو،
في المضارع دوره. لا توجد صيغه ماضي فبيحط هاتو على طول، مش هاز مش هات جوت تو. كلام حلو صح. بس انا ما خدتش بالي منها. كلام حلو. قال لي نيد ونيدز وتو المصدر، بعبر بيهم عن الضروره برضو بس في المضارع. حلو كده جميل. ينفع اسال بنيد؟ لا هتسال بايه؟ دوز. اوعى تنسى. طب هتنفي بايه؟ هتنفي ب don't و doesn't برضو. ينفع انفي ب needn't؟ اه بس شيل تو بقى، مش انت كنت حاطط need to؟ لو حطيت needn't ما تحطش تو، حط المصدر على طول. معناه انه ما كانش ضروري انك تعمل ده في المضارع. طب انا عايزه الماضي، ما كانش ضروري اعمل حاجه في الماضي وعملتها، هيبقى needn't have والتصريف التالت. يبقى انا كده خلصت يونت 4 يا جماعه، خلصته. تعالى نشوف يونت 5. يونت 5 جميل ولذوذ، وكل ما هنراجعه للمره ال 20 وال 50 بعد كده. انا اوعدكم ان انا هزهقكم من كتر المراجعه ده، وعد انك هتلاقي نفسك زهقت. انا راجعت لما اتقفلت من كتر ما هو ده انا عايزاه. اما تفتح يونت 5 هتلاقيه هو الفعل الاصطلاحي اللي انت خلاص حفظته معايا، اللي بيكون من ايه؟ بيكون من الفعل. احنا في صفحه 234. بيتكون من الفعل وبعديه حرف جر واحد او حرفين جر او ظرف او اكتر من ظرف على حسب ما انت عايز. يا ترى في فعل اصطلاحي متعدي ولازم؟ اه طبعا على حسب معناه، يعني ممكن يبقى هو نفس الفعل الاصطلاحي متعدي ولازم بس على حسب الجمله. خطوره اليونت ده على الرغم ان هو جميل وسهل ولذوذ، بس الكلمات بتاعته كتيره اللي المفروض انك تبقى ملم بيها. الافعال دي لازم تبقى في دماغك على قد ما تقدر. طيب في اخر اليونت طبعا بيقول لك في افعال اصطلاحيه لازمه، وابتدى يديها لك. طب النص التاني من القاعده عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي الافعال اللي بيجي وراها اي ان جي. يعني اليونت دوت محول الحدوته اقرب ما تكون لايه؟ لكلمات حفظ. الكلمات اللي معايا هنا الافعال دي بتاخد فعل في ان جي، ده في المربع الاولاني. ام فيها ازاي يا انس؟ أم في الأفعال اللي فيها دوت إزاي؟ يعني النوت والفعل فيها أي إن جي. كلام حلو. هنا مالك هتقولي في أفعال بقى تانية يا أبلة فيها الفعل نفسه معاه تو والمصدر، عايزة فيها يا مالك؟ نوت والمصدر. بس كده خلاص. طبعا هنا العملية واقفة على إنك أنت تحفظ الأفعال دي. هيبتدي يقول لي أنس بقى، يا ترى في أفعال ينفع تاخد الشكل اللي هو أي إن جي أو الشكل بتاع تو والمصدر وما يبقاش فيها اختلاف في المعنى؟ قال لي أه، والمربع بتاعها موجود قدامي. طيب ملك هتقول لي يا ملك ينفع استعمل وود وفعل من الافعال اللي بتاخد اي ان جي واحط بعدها اي ان جي؟ يعني اقول وود لاف واقول اي ان جي في الفعل؟ لو بتاخد وود لا مش طبعا. اه يبقى ساعتها وود هتخليني استعمل تو والمصدر، ما ينفعش استعمل اي ان جي. طيب في افعال بقى في اختلاف ما بينها، اه ودي لازم تكتب زي ما انا كاتبه معاك. مهم. ستوب، توقفت عن القيام بشيء. stop، توقفت لكي تقوم بشيء. remember، افتكرت انك فعلت حاجة. remember، افتكرت انك تفعل حاجة وبعدين عملتها. خلي بالك الفروق دي هي اللي بتيجي في الامتحان، هي دي اللي محتاجة انك تبصي على المثل مش على الترجمة، لان الترجمة بتلخبط. لكن لو بصيتي على المثل نفسه، I forget to bring my book، انا نسيت اجيب كتابي. I forget bringing my book، انا نسيت اني جبت كتابي. فهي بس الأمثلة هتحل لك الليلة. طيب في تو equals in order to equals so as to، وكلهم معناهم من أجل ولكي. طب أنا عارفة يا أبلة إن تو بتاخد مصدر، يا ترى في تعبيرات أو في أفعال بيبقى فيها تو وتاخد أي إن جي؟ آه زي اللي قدامي. طب في تعبير كامل بياخد أي إن جي؟ قال لي آه وقدامك. طيب الفعل اللي بيجي بعدها مفعول وبعدين تو، يعني انا نصحت علا انها تشوف دكتور، يبقى دي افعال بتاخد وراها على طول مفعول وبعدين تو المصدر. ابني المجهول ازاي يا شيخ انس؟ اتفضل. ابني الافعال دي للمجهول تو المصدر، دلوقتي تو بعد الفعل المباشر على طول يعني. لا انت لو شفت المثل هتعرف تشرحه لي. تمام قول لي بقى. ها دي تو والمصدر على طول. هل هحط فيرب تو بي بعد تو والمصدر ولا قبلها ولا فين؟ قبلها. في الاول خالص بعد المفعول. مع الفعل اللي في الجمله الاولاني. فما هي اقول علا ووز ادفايزد، كده باين ان انا مبنيه للمجهول. في افعال بيجي وراها فعل في اي ان جي في حاله عدم وجود مفعول،
وبيجي وراها تو والمصدر في حالة وجود مفعول. يعني الأفعال دي لو جبت لها مفعول بعدها لازم تحط تو والمصدر. مفيش مفعول بتيجي على طول وراها إيه؟ الفعل في أي شيء. الأفعال اللي معايا دي برضو اللي بعدها بيجي وراها المصدر عشان يدل أو جات مهمة زي ما قلنا. الأفعال الأربعة اللي قدامك لو حطيتي وراها ING يبقى أنت شفتي جزء من الحدث. طب لو حطيت بعد الفعل ده مصدر يبقى أنا شفت الحدث كله من أوله لآخره. كده أنا رجعت معاك 4 و5. كده أنا بحل معاك في صفحة 252. طبعا قبل ما هحل في صفحة 252 هقول لك النقطة رقم 6 في الواجب هي حل جسم يونت. يبقى معنى كده انك انت اخدت معايا 6 نقاط في الواجب. فبعد ما هخلص الحل اللي في ايدي دلوقتي هبتدي ادخل على القصة شابتر 7. يلا بينا يلا بينا نقول 21 لملك بيقول لي my sister hates a by ear. hates a by ear بتبقى اللي طول الفيلم ده لا هيت بتاخد الفعل في اي انرجي بمنتهى البساطه اللي traveling traveling كلام مظبوط. يلا يا انس قال لي في سنه من السنين the government decided a the high dam. انت عارف انت لو ترجمت ان يفعل وعرفت ان ان دي معناها تو هتلاقي نفسك شغل قرر ان خلاص يبقى انت الاختيار نمبر سي فانت كلامك صح. هبتدي بعد كده ماشي هبتدي اقول نمره 23 would you mind ايه the door please يمد ثانيه يجب ان هو انت تتذكر اغلاق هل تمنع اغلاق closing الاختيار نمبر ايه وده كلام صح. 24 I'd love وده انا لسه مراجعاها طول مصدر تبقى to go فكلامك صح. 24 25 بيقول لك I prefer a taxi نفس القاعدة اللي قبلها I'd خلاص انا شفت would يبقى to get صح. Try to concentrate the task in your hand 26 achieving الله عليك كلام صح اختيار نمبر سي. نمرة 27 I feel like a to the cinema tonight صح going بس هو حاطط تو فوق صح كده. 28 ليلى pretended me as she passed me in the street 28 pretended تظاهرت أنها لا تراني ففي أن لا الله عليك صح معلش مع نفسك هتفتكر ترجمتي في الامتحان ما تقلقش. رودينا always does her best first 29 best to come أيوة كلامك صح. يلا نقول نمرة 30 to come نعم يا أنس أقول إيه أنا سمعتش اختيار نمبر بي تمام. نمرة 30 Please remember the door when you go out 30 أيوة شفت أهو هتاخدني معاك في دماغك وتخش الامتحان to look تختار نمبر دي. عندي 31 Our neighbors threatened the police if we didn't stop the noise to call 31 الله عليكي ما شاء الله عليكي. 32 the police warned us out all night حصرنا ان احنا خلاص كده انت حلتها not to go الله عليك كلامك صح not to go. هنكمل الصفحة لان الاختيارات لذيذة. he is very shy he is always afraid by others 33 هو أن يكون منتقد كده أنا ترجمتها لك مش تو مش تو دي مش بتتعدب مش بتتعدب تو ديت هتبقى اوف اوف بينج صح كده الاختيار نمبر بي كلام صح. قال لي يو شود ستوب اي سوشيال ميديا وايل يو ار ستاديينج ستوب المفروض ثواني اي ان جي بيبقى حاجه بمنتهى ستوب تشيكينج صح انت هنا واقف عشان تعمل حاجه مش تتوقف نهائيا طيب 35 اي كانت هيلب اي وين اي واتش ذات بلاي بي اختيار نمبر بي لافينج تمام ستوب لافينج صح 35 36 بيقول لك يا انس
I a him a my sister wedding. بصي يا انس انا هحلها لك، بس انت بتترجم بتضايق ما بترجمها لك. انا توقعت ان هو هيحضر، يبقى ايه انت حليتها كده؟ دي اختيار نمبر دي. I expect him to my، انا توقعت ان هو هيحضر فرح اختي، يبقى 36 دي. طيب 37، because of the bad weather conditions Egypt Air regrets its flight to Jordan. 37. تين اختيار نمبر اي. ايه to cancel. to cancel. ما هي دوت يا اما هياخد فعل في ان جي يا اما تقول مصدر. انت عملتي قاعده جديده. شو اي جي ما في تو ان جي بس في افعال ثانيه مش مع الريجريت. طيب نمره 38، وي شود اول كونتريبيوت. ايه كونتريبيوت يعني تاخد تو في ان جي بقى يعني 38. تمام تو ايه؟ تو كونتريبينج اي اختيار نمبر سي. انت كلامك صح. انا فاكر قريتها لانه طيب 39 والاخيره معايا، ويتش موبايل فون هاف يو ديسايدد اي سير. 39 ماشي. يلا بينا نقول في نقاط الواجب. انا مفروض اني اسمع سؤال زائد اجابة. شابتر 6 صفحة 71 من السؤال السادس للحداشر، يبقى انا خلاص دخلت في شابتر 6 في برنامج المراجعة. هقرأ معاك دلوقتي من الجزء الخاص بالقصة، فهقرأ معاك سؤال زائد إجابة، ودوت النقطة الثامنة في الواجب. سؤال زائد إجابة chapter 7 اللي هو يبقى صفحة 316 من السؤال 16 لل 27، فياريت تفتح معايا الصفحة. يبقى أنا كده اديتك لغاية دلوقتي 8 نقاط في الواجب. طب النقطة التاسعة هتبقى إيه؟ اقرأ chapter in point للمتعلق بتشابتر 3 و 4. يبقى أنت الفصل القصة 3 و 4 اللي هي القصة في نقاط، ياريت تقرأ 3 و 4. آخر نقطة والأخيرة هي المرة القادمة شفوي هراجع معاك قواعد يونت 6. طيب هقول لأنس، ميز هافيشام كاريت فور ستيلاز هابنس، إز ذات ترو أور فولس؟ وبعدين هقول لك كمان جيف جيف ريزونز. تمام، يبقى هل اهتمت الأنسة هافيشام بسعادة ستيلا؟ هل هذا صحيح أم خاطئ؟ 37. This is not true. Miss Havisham brought Stella up to use her to take revenge on me. If she had wanted to make her happy, she wouldn't have taught her to be cruel and cold with no heart. يبقى اهتمت الأنسة هافيشام بسعادة ستيلا، ده صح أو خطأ ودي سبب؟ أنا سألي لا ده مش صحيح، الأنسة هافيشام قامت بتربية ستيلا عشان تستخدمها للانتقام من الرجال، ولو أرادت أن تجعلها سعيدة لما علمتها أن تكون قاسية وباردة القلب. بيب بيكام a kind gentleman. Say what you think giving the reason أو giving reasons. أصبح بيب رجل نبيل طيب القلب. قل ما تعتقد في هذه النقطة مع إعطاء الأسباب. I don't agree with that version. People was not kind at this stage. He was ashamed to. لا of. Ashamed. Ashamed of. Ashamed of Joe and all his old friends. He was very proud of himself. يبقى أنا لا أتفق مع الرأي اللي أنت قلته في السؤال، لأن بيب ما كانش طيب في المرحلة دي. stage معناها مرحلة يا جماعة. كان بيخجل من جو ومن جميع أصدقائه القدامى، وكان متباهي جدا بنفسه. السؤال أو number 18 بيقول لي بيب was right not to visit Joe when he visited his village. Do you agree or not? Why? بيب كان محق في عدم زيارته لجو لما زار قريته. تتفق ولا لا تتفق؟ خلي بالك من نوع الأسئلة إنه بيديك جملة مفروض إنك لا تتفق معها، فيعني مفروض، لأنه طبعا أي حد عاقل عنده إحساس أو سنس ما ينفعش إنه هو مهما كانت حياته اتحسنت إنه يتنكر للناس اللي وقفوا معاه لما كانت حياته مش متحسنة في كل الثقافات. فما ينفعش إن أنا أجاوب هنا غير إجابة إنك لا تتفق. I don't agree. Bib was so proud of himself that he thought himself superior to Joe. He does not deserve Joe's true friendship. لا أتفق مع المقولة اللي أنت قلتها، لأن بيب كان متباهي بنفسه لدرجة إنه كان بيعتقد إنه أفضل
من جو وأنه لا يستحق صداقة جو المخلصة. هو بقى وجهة نظري أنا أنه لا يستحق صداقة جو. طبعا ده جملة ديت بتاعتك. طيب السؤال اللي بعد, Why does Pete decide not to see Joe again? What do you think about his decision? لماذا قرر بيب عدم رؤية جو مرة أخرى؟ ما رأيك في قراره؟ Pete decided to not see Joe again because he was charged and has become a gentleman. So Pete did not want to contact any of his old friends. Stella also told him that his old friends wouldn't be good enough for him. I think he wasn't right because they were good to him. تمام. قرر بيب ان هو لا يرى جو مرة أخرى لأنه تغير وأصبح رجل نبيل, عشان كده ما كانش عايز ان هو يتصل ببيب أو بأي يتصل بجو أو حد من أي حد من أصدقائه القدامى. كمان ستيلا جيت وقالت له ان أصدقائه القدامى ما بقوش جيدين كفاية بالنسبة له دلوقتي. انا اعتقد ان هو كان مخطئ لانهم كانوا طيبين معي. هيبتدي يقول لي السؤال اللي بعده, I expect you have new friends. The ones you had in the village wouldn't be good enough now, would they? Why did Stella say this and do you think it is true? Why? هنا في جملة على لسان ستيلا بتقول له أتوقع إنك عندك أصدقاء جدد لأن اللي موجودين في القرية دول مش كويسين كفاية ليك دلوقتي. مش هما كده فعلا؟ اللي قالته ستيلا ديت قالته ليه وتعتقد انها كانت صح ولا غلط وليه؟ She says this because Bib is now a gentleman so he has more important friends. I think it is true according to Bib because he does not want to see Joe or people from the village now. إنها تقول هذا لأن بيب الآن أصبح رجل نبيل فأكيد عنده أصدقاء أكثر أهمية. أعتقد أن ده كان صح من وجهة نظر بيب بالنسبة له لأنه لا يريد أن يرى جو أو أشخاص من القرية الآن. If you were Joe, would you accept Bib's present? Why not? طب أنت كنت جو في الوقت ده هل كنت هتقبل هدية بيب؟ ليه وليه لا؟ I wouldn't accept it, of course. Bib should have visited Joe in his house to give him the present himself. Joe would be happier with the visit than with the present. لو أنا في مكان جو لن أقبلها بالطبع. كان يجب على بيب أن يزور جو في منزله لتقديم الهدية بنفسه. هيبقى جو ساعتها أكثر سعادة بالزيارة من السعادة بالهدية. هربرت wants Bib to forget about Stella because he wanted her for himself. Say what you think. هربرت كان عايز بيب ينسى ستيلا لأنه كان يريدها لنفسه. هل ده صحيح في وجهة نظرك؟ It's not true. Herbert did not admire Stella. خلي بالك من الأسئلة إنها فيها شيء من المكر, إنه بيقنعك إنه قاري قصة أحسن منك وإنه فلان كان عايزها وعشان كده كان بيكره فيها بيب, في حين إن إحنا قرينا على لسان هربرت إنه قال إنها إنسانة متكبرة وإنك أفضل إنك أنت ما تحبهاش وإنه هو كان قلبه عليه. هبتدي أقول بعد كده, What do you think of Herbert as a friend of Peeps. Give reason for your answer. رأيك أو رأيك في هربرت كصديق لبيب, هاتي أسباب لسؤالك لإجابتك. Herbert was a good friend to Bib, especially concerning his relation with Stella. He advised Bib to forget him because she wouldn't make him happy. يبقى هربرت كان صديق جيد لبيب خاصة فيما يتعلق بعلاقة بيب بستيلا لأنه نصح صديقه أنه ينساها لأنها لا يمكن تجعله سعيد. وخلي بالكم أن بيب نفسه كان عارف أن ده كلام صحيح وكان مصر على الاستمرار. هرجع أكمل وأقول, In what sense was Bib a slave? وده سؤال مهم, كيف كان بيب عبد؟ يبقى In what sense هيديني إيه؟ بأنه منطق أنت ترى بيب كعبد؟ Bib was a slave to his love for Stella. Also, he was sure that she wouldn't make him happy. It was impossible for him to forget her. يبقى كان عبد بس لحبه المريض لستيلا. فعلى الرغم من أنه كان متأكد أن الأمر ده لا يمكن يخليه سعيد, لكن في نفس الوقت كان شايف أنه مستحيل أنه ينساه.
عندي سؤال 25 هقول why are we are not free to do what we want. You know we have to follow our instruction. What do you think Stella means by this? نحن لسنا أحرار في فعل ما نريد، ولكن علينا دائما اتباع التعليمات كما تعلم. رأيك اللي ستيلا تعنيه في الأمر ده إيه؟ I think she means that she had to follow misinformation introductions even if she didn't like them. يبقى هي كانت بتعني بشكل واضح انها يجب عليها انها تتبع تعليمات الأليسة هشام حتى ولو لم تعجبها. السؤال اللي بعده بيقول لي on the carriage to Richmond Stella shocked Beep. Explain. في العربية المتجهة لريتشموند صدمت ستيلا بيب. طب وضح كده. When Beep told her that he liked her more than other people, she told him that he was a silly boy. يبقى لما بيب كان بيحاول يفكرها انه كان بيحبها اكتر من اي شخص اخر، وصفته ان هو كان مجرد صبي سخيف في الوقت ده. قال لي كده يبقى انا هقف يا جماعة عند سؤال 26 مش 27، لان 26 هو اخر الصفحة. طيب دلوقتي انا مفروض اعمل ايه؟ دلوقتي مفروض ان انا افتح يا جماعة، انا عندي تقريبا حوالي ربع ساعة، فمفروض ان انا افتح المراجعة النهائية اللي انا بدأت المرة اللي فاتت ان انا اشتغلها. فهفتح النموذج التاني، مش انا حليت النموذج الاول؟ هنبدأ مع بعض في sample test number 2. هقول to find something by chance means to مين حضرتك؟ ماشي أنس تفضل. كم أكروس. كلام صحيح. قال لي a new شيء معين discovery in Luxor would be declared by the tourism minister. Archaeological. يبقى الاختيار نمبر B وكلامك صح ما شاء الله عليك. الاختيار الثالث بيقول لي we don't befriend him. He is Grumpy. نمبر دي كلامك مظبوط. نمبر 4 بيقول دوت اللي هو الشخص العصبي المتأفف. جرامبي. قال لي most of the workers nowadays have temporary job not a ones. كان هو صح. اختيار نمبر دي. لا مش اللي هي نمبر بي. لا عكس هو كده عايز عكس temporary. يبقى هو هيبقى ساعتها ايه؟ عايز حاجه دائمه. ايوه permanent صح. نمره يبقى الاختيار نمبر سي. نمره 5 ليلى is a friendly girl. The antonym of friendly is antonym. يبقى العكس، يبقى المفروض ان هي ثواني friendly girl او friendly المفروض ان هي سي careless ولا هيرتلس. انا مهلك ده سؤال صح. شخص ودود، تفتكر العكس بتاع الودود ايه في حياتنا؟ شخص مؤذي. هيرتلس. اوكي ماشي. هيرتلس يعني عديم الاذى. اي تبقى شفت راحت فين؟ هيرتفول. انا متعود ان لس تبقى في المضاد عاده. ماشي خلاص كده. يبقى نمره 5 يا جماعه خلي بالك انك انت اخذت اختيار نمبر اي. A or N E is a member of your family who lived a long time ago. يبقى أنا بدور على حد كان في عيلتك عايش من زمان كان، وطبعا أكيد توفي. يبقى اسمه إيه؟ يبقى اختيار نمبر B. ماشي. I used to دي نمرة 7 some exercise in the morning. I used to make some exercise in ثواني do أو some. ما هي ما ينفعش مع الإكسرسايز غير واحدة بس. والله يا اخي مع الاكسرسايز هتعمل ايه؟ دو ما تنفعش. تعمل ايه يا ملك؟ ميك. هتصنعي ازاي يعني؟ هتصنعي التدريب ايه هتعمليه بس؟ فيبقى دو هو من زمان هو دو اكسرسايز. طيب نمره 8 the car a owner is my cousin is called Verena. which owner؟ نمره 8 عشان ملكيه فهتبقى هو. انت وصلت انها ملكية، بس ايه الاداة بتاعت الملكية؟ هوز يملك. هوز زي ما كان اداة الاستفهام بتاعتها ايه؟ لمن. فما تيجي تستعملها كضمير ربط يبقى اسمها ايه؟ اللي بيملك العربية فلان. طيب نمرة 9 there isn't enough sugar I eat some. نمرة 9 isn't enough مفيش اسمه ده فانا ثواني
should have bought. لا سوري should have bought. صح كان مفروض اشتري. خلي بالك ان في اختلاف في الزمن. انا دلوقتي مش لاقي بس كان مفروض اشتري يعني انت صح. انا فاهمك بس انا قصدي عشان الاولاد يقول لك اذا يبقى انا مش هينفع استعمل زمن ماضي في التندم. لا هنا لازم. طيب نمرة 10. The teacher A the lesson for half an hour and he is asking the student some question now. نمرة 10 ده في مش في الماضي. ده الزمن اللي بيبدا قبل ما اكلمك ويدخل عليكي ويستنى شويه. ده زمن ايه؟ ده مضارع تام. مضارع تام اختيار نمبر سي. سي يبقى ده نمرة 10 سي. طيب 11 بيقول لي مينا had done the housework going out. طيب يبقى عايز تربط بالعربي. اربط بالعربي قبل ما يطلع. 11 اختيار نمبر سي. سي اختيار صحيح. نمرة 12 افطر وما عنديش فاعل كده اتحلت. هرجع اقول I can't come with you to the training tomorrow. I is a dentist at كذا. 13 ماشي. مدام حاجة تمنعني يبقى المفروض ان هي ام وز ورف الفاي ان جي يبقى ام سين. اختيار نمبر بي. لا حاجة 13 لا 13 مش بي. دي انا قصدي هي ام سين. بالله عليك. لا والله العظيم ثلاثة انا حضرتك حطيت القلم على البي. طيب يبقى دي كده اختيارك صح. عشان كده حتى قلت ام وز ورف الفاي ان جي. 14 don't forget a the report when you finish it. نمرة 14 to المصدر. طيب قال لي which of the following correctly is correctly structured. ماشي دي اللعبه اللي دايما بنلعبها معانا. ذا شيلدرن عشان نمبر بي صح. ايوه لما قلت السي عشان في يستر دي. يستر دي هيبقى اسمه ده بسيط. ما مش هينفع تعملي have been taken لان ده زمن ايه؟ تام مبني مجهول في تام يعني زمن مضارع تام. مضارع تام تام مضارع نمرة سي. مضارع تام هاف. ماشي ماشي هو عايز حاجه حصلت يسر دقايق فهي ماضي بسيط خالص. طب الماضي البسيط في المبني المجهول هو عباره عن ايه؟ ووز وير والتصريف التالي بس. لان معايا يسر دقايق حبكتني كمان. مش الطبيعي طالما ما فيش يسر دقايق. طيب لو ما فيش يسر دقايق ممكن نتكلم لكن في يسر دقايق خلاص. طيب نمرة اللي بعده قلت لك عايزين نجيب اللي بعده. هو ده كده مظبوط. 16 بيقول لي the writer of an opinion essay needs to وده بيبين ان في جزء في المقال انا ما اخدتوش معاك وجزء مهم جدا هيناقشني فيه في كل امتحان. طيب في جزء تاني بيقول لي اخر سؤال. طب خلاص ماشي. تو المفروض ان تو سي حضرتك جيب اكزامبلز تو بروف هيز بوينت. كلامك صح. كلامك انه يثبت نقطه ولا ده بس لازال في جزء انا مش اخداه وهو مهم خلي بالك. طيب 17 لما نقول لملكه شوزك سنتنس ويز ذا كوركت بانكتويشن انا عايزه جمله مكتوبه بعلامات ترقيم صحيحه. فاكره السؤال الترقيم بتاع سنه رابعه ابتدائي هو عملوا لك هنا اختيارات فين اللي ترقيمها صح. يلا بينا نمرة 17 هتقول بصي هي واتش او تاخد ايه علامه التعجب وهي دي اختيار نمبر دي فانت كلامك صح. طيب لما اجي بعد كده نعم يا انس بقول لك ان هو امر والامر فعله غالبا بياخد علامه التعجب. طيب يعني. عندي قطعتين الفيلم دول انا مش هناقشهم دلوقتي لكن انا هتكلم معاك على ايه. هتكلم معاك على السؤال 34. فالسؤال 34 بيقول لك ترجم معايا اللي عليه الدور معرفش والله. أما يقول لي global warming is a world problem which should be taken seriously before it is too late. على مهلك بقى انت قول لي مشكلة عالمية يبقى سي اختيار صحيح. 34 سي. طيب 35 بيقول لك يا ملك facing global problem is the responsibility of government as well as individuals therefore we should play a positive role in facing these challenges to lead a better life. هي سهله بس عايزين نبص على الايه الاختيارات على مهلنا كده. 35 ينفعش اشيل ايه وبي حضرتك. حلو جدا صح. ان جلوبال او جلوبالي بشكل عام يبقى المفروض ان هنشوف الباقي لرنينج فيو ولا ديفرنت. لا مختلفه دي حضرتك الاجابه. اكيد كلامك صح. اخر سؤال هاخده معاك وهو السؤال مش اخر سؤال يعني لسه هناقش معاك اسئله القصه بس من غير كلام كتير. 37 علينا ترشيد استهلاكنا من البترول والاعتماد على مصادر الطاقه المتجدده في مختلف المجالات وهذا سوف يقلل من الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تغيير المناخ المؤثر على حياتنا. على مهلك.
اختيار نمبر سي وكلام صح 100%. هقرأ معاك الأسئلة وهقول لك إجابة مقترحة بس بعد ما أعرف إنك أنت فاهم السؤال. يا أنس بيقولك I wanted to say I didn't tell the soldier where to find you. Do you think the convict thought that Pip hadn't told the soldier about his place? Why? قولي ترجمته بس. تمام هقول له المفروض بيقول له أنا كنت عايز أقول إن أنا ما قلتش للجنود على مكانك. تمام. هو كده بيتكلم عن موقف اللي في أول القصة خالص فأقول لأ لأن بيب هل تعتقد إن المجرم فكر إن بيب كان بالفعل قال للجنود؟ هقول لأ علشان بيب قدم كان عطوف مع السجين وكمان إن السجين دوت قال اعتذر للناس ان هو سرق من بيت بيب الاكل والحاجات بتاعته. طيب الاجابة المقترحة بيقول لي yes the convict trusted Pip and defended him defined him saying to he stole the food from the blacksmith's house Mig which also became a benefactor to Pip later. ده دليل لسه انت ما خدتوش بس من ضمن الأدلة ان هو ما كان مصدق ان هو كان عبارة عن ايه الشخص اللي فعلا عمل التبرع. قال لي in your opinion was a young man or was Pip a young man of principle. وده سؤال مهم جدا. Then why do you think so? عندي البرنسبل ديت مبادئ يا جماعة ودي كلمة بتيجي كل سنة في سؤال بيب. هل تعتقد ان الشاب اللي اسمه بيب كان رجل صاحب مبادئ؟ لا. ليه في اعتقادك انت بتعتقد؟ فعلا بيب كان عنده مبادئ اللي هو لو كان عنده مبادئ كان حط حدود ان الستيلا دي ما تكلموش وما تعملش معاه بس بصفة عامة هنا طبعا اجابتك انت لو عرفتي بس بيب هو قصده القديم خالص؟ لا بيتكلم على بيب بصفة بص هنا اخد باله هو مهما كان عنده بيتكلم على العيل الصغير يعني عشان كان محافظ على صداقته مع بيب وما كانش عايز يأذي اخته كان بيقول لها سيدة سيبك هنا الاسئلة زي بتلف هو يونج مين يونج مين اوف لكن يعني شخصيته القديمة قصده على بيب قصده يبقى السؤال ده يبقى السؤال ده يا ملك هيبقى مخادع في انك حتى لو انت اجابتك فهمتها كده لازم تجيب الاثنين اللي هو كان صغير كان عنده مبادئ بس لما كبر اتغير وبقى شخصيه يبقى الحته دي هو بيلعب عليها. تعال نشوف لو ما فهمتهاش انا كنتش عارفها طيب يبقى تعال نشوف مع بعض الاجابه بيقول لي بيب was kind ambitious and listic idealistic most of his life. خدت بالك ان هو كان في استفاضه كويسه ديت most of his life. بص انت هتعملي ايه ان هو كان كده اغلب حياته. طيب he was helpful to his neighbor he wanted to learn he supported his friend Herbert. يبقى انا هجاوب على السؤال ده كمعظم حياته كان وهو صغير لكن لما كبر هو بقى اللي جاله فلوس فلو انت هتجاوبي لغايه كده بشكل for most of his life ماشي لكن تقولي له لا وما تقوليلوش ان انا بقول لا في المرحله الاخيره انت فاهمه حاجه هو بيسال على المرحله الاولى يعني لازم تحددي لو حددتي هيخلي لك اجابتك صح بس لو قلتي بصفه عامه لان هو في الجزء الاول كان مظلوم وكان عيل طيب وكان مروح لزياره جدال مثلا ان هو كان عنده مبدا ان هو لما ساعد ايه الاساي ال 180 طبعا خلاص ما بقاش 180 بس انا هقول لك ايه هقول لك ذا بوزيتيف لا بقى ست خطوط ست سطور ما بتكتبيش 180 كلمه واحده. قال لي ذا بوزيتيف افكت اوف مودرن تكنولوجي اون اور لايف. طبعا الموضوع حلو قوي انك هتتكلمي على الجوانب الايجابيه هو مش عايز الجوانب السلبيه خلي بالك هو عايز ايجابي بس على التواصل وكذا تكتب بعثة ممكن تتكلم على كبار السن ممكن التليفونات الاجهزه التنقل تمام وطبعا هيبقى ست سطور فهيبقى صح فانا كده هبتدي اقول لك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب اليك ومش هنسى اقول ان اذا الحصه ديت فادتني من الناحيه العلميه ريت احط لايك كمان اذا عندي حد من اصدقائي لا زال شايف ان اللغه الانجليزيه صعبه او اللغه الانجليزيه فيها مشاكل جامده وعم نخش ننجح بس يا ريت اعمل له شير لو في عندي جزء من اجزاء الحصص دي انا فهمته اشيره وهستنى اسئلتكم واشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله. طبعا مش هنسى برضو في اخر جزء خالص ان انا اقول لك لو عندي الحصه ما كملتش وقتها انك تسمع الجزء اللي كان المفروض تسمعه النهارده لا حطه على الواجب خلاص اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه.